واسا السلام عليكم نتمنى تكونوا كاملين بخير مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اليوم ان شاء الله يا شباب يعني طلبتم مني يعني ان اعمل لكم مقالب أه تعملها لاصحابك خمس مقالب اسطوريه جايب لكم اليوم لكن قبل مشاهده هذا الفيديو يا شباب اتمنى من كل الاساطير الجدد او اي شخص اعجبه المحتوى الذي اقدم واردت مساعدتي فلتساعدني وتدعمني يعني بعشر تعليقات وكذلك الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولا تنسوا يا اساطير اللايكات ديالكم بغينا اكبر عدد من اللايكات اي واحد اعجبه الفيديو يعني يعمل لايك مهم اخوتي لن اطيل عليكم اكثر لنبدا يعني في اول خدعه يمكن عملها لصديقك آه كلنا لدينا يعني اصدقاء مساغبون اصدقاء يعني يسخرون منا اصدقاء آه مهم بالدارجه المغربيه عندنا اصحابنا كيطلعوها علينا لذلك اخوتي في هذا الفيديو غادي نرد الاعتبار وغادي نحاولوا حنا نطلعوها عليهم يعني بخدعة خرافيه فالخدعه الاولى يا شباب سوف تخدع صديقك بهذه الخدعه تقول له ساعد معي هذا الجريش سوف اخرج من الصندوق الى الاعلى شاهد ساعد معي الطريقه يا ساعدوا معي الطريقة يا شباب يعني تدخل هكذا ثم تخرج آه ولكن هو لن يعرف الطريقة مهم سوف أريكم الطريقة من الأول حتى تفهموا آه مهم كتدخل انت بهذا الشكل حتى تصل إلى آخر الصندوق ثم تخرج إلى الأعلى يعني سوف تخرج من السيارة وتخرج إلى الأعلى تقول لصديقة كان يعني هذه خدعة خرافية رأيتها سيد كيف أخرج يعني من, من الصندوق وسوف يقوم هو بعمل الخدعة ولكن لن يعرف سر الخدعة وسيقع في الفخ مثل هذا الصديق معي شاهد يعني الطريقة لن يعرف كيفية عمل هذه الخدعة سوف يحاول الدخول ثم يحاول ويريد عمل الخدعة ولكن لن يعرف لا لن يعرف يعني أو يعلم أنك سوف تعمل له مقلب خرافي مقلب أسطوري مهم عندما يدخل هنا أنت الآن يعني آه لقد وقع في الفخ وسوف نفجر السيارة بسرعة حتى لا يخرج آه سوف تلاحظ يعني كيف سوف يعلق في هذا المكان ولا يمكنه الخروج آه في حالة إذا كان صديقك يعني لا يحب الموت من الأوائل أو كان يلعب سكور فهذه خدعة خرافية سوف يحاول الخروج ولا يمكنه الخروج من هذا المكان قد تظن انه يمكنه الخروج يعني من الفيديو تبان لك انه يمكن آه الخروج من هذا المكان لكن يا صديقي جرب الطريقة ولا يمكنه الخروج يمكن المهم انتم كتشوفوا الدراري فمستحيل انه يخرج يجرب جميع الطرق مستحيل فالحل الوحيد هو انه يتيلي منه واكيد اذا كان لاعب سكور ما غاديش يتيلي منه غيتسنى حتى تسالي الزون وانت غادي يضحك عليه انت وصحابك يعني غط على الوالي يعني تخيل تخيل شي واحد تخيل الموقف ان شي واحد تاد عليه انت في هذه البلاصه هو كيبقى يتركل بهذا المعنى ما غاديش يقدر يخرج من ذلك المكان المهم السبب الان ننتقل الى مكان اخر في هذه هذه المره في خريطه هو بالضبط في هذا المكان من الخريطه يعني كلنا نعرف هذا المكان أه شاهد معي انت تاتي بصديقك او اصدقائك يعني شحال ما بغيتي الاصدقاء تقدر ديرها لهذا المكان وتقول له يا صديقي شوف هذا المكان يعني شيء اسود في هذا المكان او مكان مناسب للاختباء سوف نحاول اكتشاف آه هذا المنزل غادي نحاول نكتشف المنزل ونحاول نشوف شنو كاين فيه المهم تقدر تحتاج سيارة او بدون سيارة تقدر يعني يستعمل صديق يعني قفزة يصعد فوقك ثم يقفز الى المكان او بواسطة سيارة تقوم بوضع السيارة هنا ثم تقفز فوق هذا المكان وتخبر ان ينزل يعني هناك طريقة للخروج وعند النزول الى هذا المكان يحاول لمعرفة هذا الشيء الاسود في هذا المكان فقد وقع في الفخ ولا يمكنه الخروج من هذا المكان يا صديقي صدقني هذا, الكل... هذا ليس جلتش هذه الخدعة خرافية لا يمكن أي شخص الخروج من هذا المكان يمكنك الدخول نعم ولكن الخروج يستحيل الخروج فقط إذا تقلي ولا يقتلتي راسك بشي حاجة مهم مستحيل وغادي تبقى تضحك على صاحبك هنا وهو هنا أعرف عارف أنه كن أشخاص ما كيبغوش دار بيوم كاين أشخاص يعني ما كيبغوش يعني خدعه اكثر اكثر من خرافيه يمكنك عملها باصحابك ويمكنك تعمل لهم مقلب المهم في الخدعه الثالثه شباب هذا المنزل كلكم تعرفون هذا المنزل او عفوا هذا البيت الصغير تقول لصديقك ان يعني ياتي بالدراجه هناك تخبر يعني تحاول تقول بصاحبك تقول لي انا وكين واحد الجليتش فإذا حطيتي السياره هنا غتولي فوق المنزل مثلا بحال هكايا يوقف يعني جنب الباب يعني يوقف جنب الباب ثم يخرج سوف يصبح يعني داخل المنزل وطريقة الخروج لا يمكنه الخروج من هذا المنزل من طبيعه في الحال المهم حنايا انا ما كنتش باغي ندخل يعني احتاج يعني حتى انا حصلت هنايا <applause> حتى انا حصلت هنا الدراري بالرجوله ولكن انا غادي نخرج من طبيعه الحال وغادي تكملو معايا الخدعة ونشرح لكم يعني بشكل افضل فغادي نحاول التري نرجع ركب في السياره لأنو السياره مابقاش كيطلع لي هذيك اللعيبه باش في السياره آه غادي نحاول نركب في السياره وغادي هو طلع هذا التراري غادي نرجع وغنخلي يعني صاحبي هو اللي غادي يدير الخدعه او هو اللي غادي نديروا لي يعني مثلا الخدعه شنو غتقول لي انت كما قلت لكم يعني غتجي لهاد البلاصة وغادي تخرج هو انفو غادي يخرج مجرد ما انه يخرج من الدراجة سوف يصبح في المنزل او في هذا البيت الصغير وتقوم انت بسرعة بتفجير المنزل سوف تساعد يعني ردة فعله يعني عندما يكتشف انه لا يمكن الخروج من هذا المنزل والدراجة في ذلك المكان يعني من الاول يعني تقول انه يمكنك الخروج يعني كتشوف انه يمكنك الخروج ولكن من المستحيل ان يخرج من هذا المكان ما يخرج الا اذا كانت اليمينا المهم غتسطي بالبد المعنى غادي غادي تحمق صحابك بهذا المعنى بهذه الخدعه او بهذه المقالب حتى النوافذ كلكم تعلمون إن النوافذ هذا المكان فهي كانها غير موجوده يعني لا يمكن هو الخروج من هذا من هذا الـ الـ البيت الصغير يعني خدعه اكثر من خرافيه وننتقل الان يا السبب الى الخدعه الرابعه يعني خدعه حتى هي مقلب يمكن عمله في صديقك يعني في بعض الاحيان تريد تريد يعني المهم آه كتبغيو تيليمينا انت والصديق ديالك كتبغيو تيليمينا وكتقول يا اجي نتيليمينا وانت غدير غد لي واحد المقلب يعني انت غادي تفجر البرميل وانت بالخلف ديالو يعني تقدروا تكونوا عارفين هذه الخدعه هذه دي تقدر ديروها لصحابكم فما غاديش تموت نتايا غادي يموت فقط هو وانت غتبقى تضحك عليه وغتطلعها عليه تقول لي راه فهمتي غيبقى يقول لك الله يرحم لك الوالدين لما نوضني راك ما عارفين الدراري هنايا الخدعه الثانيه تقدر ديرها او نفس الخدعه تقدر ديرها بالسياره تجي انت وصاحبك هنايا ولا نوريك شي خدعة ولا شي حاجة وتنزلوا من فوق السيارة أو الدراجة وتبقى أنت في هذا المكان يعني خلف الدراجة وتفجر البرميل ولن يقع لك شيء يعني ما غاديش فقط الصديق ديالك هو اللي غادي يموت يعني خدعة خرافية حتى هي تقدروا ديروها لأصحابكم باش تطلعوا عليهم مهمة الدراري كذلك غنمشيو لاخر خدعه حتى هي خدعه اسطوريه او اضافه جديده التراري في بالنسبه لاضافه جديده اللي هي يسم... اللي شنو سميت هذه مازال سميتها كتمشي ليا الانتقال الفضائي والتنقل الفضائي النقل آه الفضائي الدراري شنو كدير كتاكتيفي وكونغ وكتدخل في داك النقل الفضائي وغادي يعني تقدر تصعد او تطير بشخصيه وكونغ وحتى اللي في الاسفل يعني ما يقدروش يقتلوك بحال الا كنتي لاعب يعني في الكلاسيك وغادي تقدر يقتلوك صحابك والاداء ديالك يعني شيء خرافي تقدر دير لصحابك وغادي تفاجئهم بهذه الخدعه هذه يعني خدعه آه زوينه بزاف خدعه يعني جديده خرافيه المهم الدراري الا عجبكم هذا الخداع وعجبكم المحتوى ديال آه هذا اليوم ماشي خداع وانما يعني مقالب كما قلت لكم الى عجبوكم هذا الدراري كيف ديما ما تنساوش تعاونوا مع اخوكم يعني باللايكات اي حاجه ممكن انها تساعدني او تعاوني ديرها و يعني تكثروا من التعليقات شحال ما قدرتوا ديال التعليقات وكذلك لايك لي مازال ما, ما داير لايك يلا اخوتي غنقول لكم تهلاو في في الفيديو ديال غدا ان شاء الله